خلونا نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح. رئيس الوزراء التقى مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. كمان رئيس الوزراء شهد مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة الفاو في مصر. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي، بالإضافة إلى أن مصر ما زالت تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة. تفاصيل الأخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى شو دينيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له. خلال اللقاء أكد مدبولي قوة العلاقة التاريخية والاستراتيجية اللي بتربط مصر بالفاو، حيث تعد القاهرة من أوائل الدول التي انضمت لعضوية المنظمة الأممية منذ تأسيسها في عام 1945. وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الجاري بين مصر والمنظمة ضمن إطار عمل البرنامج الوطني الحالي للفاو في مصر اللي أوشك على انقضاء مدته، مثمناً أيضاً التوصل لاتفاق بشأن البرنامج الوطني الجديد حتى عام 2027 اللي تم توقيعه في أعقاب اللقاء بميزانية تقديرية تتجاوز 70 مليون دولار. كذلك شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة الفاو في مصر. وبيأتي برنامج عمل منظمة الفاو في مصر بما يتماشى مع مجالات العمل ذات الأولوية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وبما يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية ويتواكب مع الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل والمنصات الوطنية والمبادرات الرئاسية. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية اللي بيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2 و3 مارس الجاري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي اللي بينفذه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وناقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة طبقاً للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع، مشيداً بالجهد المبذول والمستوى الراقي اللي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقاً لتخصصاتهم المختلفة. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة. وحيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع، فيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني. أما بالنسبة لجولة المحافظات، فمديرية العمل في محافظة القليوبية وفرت 366 فرصة عمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى انطلاق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم ب 260 جنيه في محافظة بورسعيد. معنا كمان تنظيم 9 قوافل طبية مجانية لخدمة 9000 مواطن في سوهاج، وافتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية لمركز نجادة بقنا، وأخبار تانية هنستعرضها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن مديرية العمل بالقليوبية أعلنت توافر 366 فرصة عمل شاغرة ضمن نشرتها القومية للتوظيف لمطلع شهر مارس الجاري، واللي شملت عدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وبدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة بمرتبات مجزية بتصل ل 4500 جنيه.
أيضا مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد أعلنت عن مبادرة لتخفيض اللحوم البلدية لتصل ل 260 جنيه للكيلو، وبتستمر خلال شهر رمضان الكريم، وده ضمن مبادرات المديرية لتقديم سلع غذائية ولحوم بأسعار مخفضة للمواطنين. مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أكدت أنه تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على 9000 مواطن من خلال 9 قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الشؤون الصحية بسوهاج خلال شهر فبراير الماضي، وده داخل 9 قرى ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات الطبية. محافظة قنا افتتحت المقر الجديد للوحدة المحلية لمركز مدينة نقادة، وده على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حيث يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضاري لتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. استقبل مطار مرسى علم الدولي 40 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 123 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت حتى الجمعة المقبلة، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم. مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف أكدت أن إجمالي الحيوانات اللي تم تحصينها وصل ل 158 ألف، وده ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.